ما حدث البارحة خطير وقبله خطير، هنالك معلومات يعني استرقناها من هنا وهناك أن أسباب هذا الاستهداف قد تكون ضمن سيناريوهات أن هنالك معلومات لدى الجانب الإسرائيلي بأن هذه القاعدة قد اشتركت في عملية الردع الإيراني على إسرائيل بأي وجه من الأوجه. يعني أفهم من كلامك سيد مخلد، يعني هذه التقارير التي تم التوصل إليها، يعني هذه القاعدة تم إطلاق الصواريخ على إسرائيل، يعني ليس بالضرورة أن يكون إطلاق صواريخ، ليس بالضرورة، يعني حسب يعني المعلومة لم تتوفر لدينا معلومات مؤكدة، لكن يقال أن هذه البقعة قد اشتركت بشكل ما في عملية الردع الذي حصل مؤخرا من لإسرائيل. بالمجمل الاحتمالات تقول، يعني الاحتمالات كثيرة، لماذا لم يتم استهداف أماكن أخرى أكثر حساسية يعني للحشد الشعبي والفصائل؟ بالمجمل نحن نرفض أي استهداف إلى الأراضي العراقية، إلى القواعد العراقية. هنالك ضحايا أبرياء سقطت نتيجة هذا الاستهداف، ونحن أكيد لا يمكن القبول بهكذا نوع من الاستهدافات. نحن نريد أن نكون على مسافة واحدة مع الجميع، وأن نبتعد عن أي صراع قد يضر بالأرض العراقية. طيب، خلية الإعلام الأمني نفت تسجيل أي عملية طبعا جوية للتحالف، كما أيضا نفت القيادة المركزية ستوكوم وحتى تل أبيب نفت أي علاقة اليوم بهذا الحادث. إذن من يقف وراء هذا السيناريو؟ هل بالفعل سوف نعود إلى عدم سوء تخزين الأسلحة؟ يعني هذا يدخلنا في صراع، يعني أكيد يعني نذهب باتجاه أن يكون هنالك طرف ثالث. الطرف الثالث من هو؟ من هو الذي لديه الإمكانية أن يقصف مقرات للحشد الشعبي؟ يعني إذا ما أردنا أن نتكلم عن دول الطوق، فهي لا يمكن لأي من هذه الدول أن تجازف وتستهدف مقرات داخل الأراضي العراقية. لا يوجد إمكانية إلا للجانب الإسرائيلي والجانب الأمريكي. بما أنه يعني هنالك يعني زيارة للسيد السوداني لواشنطن، فنحن نستبعد هذه الفرضية لاعتبارات كثيرة، أنه لا يمكن الاستهداف الأمريكي للداخل العراقي في ظل وجود رئيس مجلس وزراء في واشنطن. لا يبقى لدينا إلا أن يكون الجانب الإسرائيلي قد قام بهذه العملية لأسباب هو يعتقدها، أو يكون هنالك طرف آخر، والطرف الآخر هذه عقدة في العراق لا يمكن الوصول لها يعني حقيقة. لأننا اليوم أيضا في شكوك، يعني القطعة التي ظهرت بيد السيد أبو فدك هي فيها كتابات روسية، أي بما معناه هذا الصاروخ هو من صناعة روسية. من يمتلك الصواريخ الروسية التي وجدوا أثارها أو قطع منها على الأراضي العراقية؟ يعني حقيقة الموضوع مبهم. مبهم. يعني لحد هذه اللحظة. نعم. نعم. موضوع سيد. مبهم. يعني حقيقة لا توجد نية حقيقية لكشف كل مجريات هذا الاستهداف، وهذا بالتأكيد سوف يضر بالأرض العراقية، سوف يضر يعني يعطي انطباعا للقوات الأمنية، للحشد الشعبي، لجميع مفاصل الدولة العراقية وحتى الشعب العراقي، بأننا غير قادرين على أن صد مثل هكذا هجمات.